ايش وين 30 ثانيه يا شباب بروح وبجي ها 20 تعبك مصر خلك ابوها كم بقى خلاص اطلعوا 10 5 4 3 2 1 بشر انتهى الوقت يصير زي 5 كم وصلت اللايكات إضافة 100 أو خصم 100 لا إن شاء الله شو ودك يا سلطان؟ عندنا اللي ما تنام أهبي أنت يوم جيت هنا طلعت من الجمهور إي بالله طلعت نواف يستاهل إضافة إضافة؟ كلهم إضافة يعني 100 إضافة ها حلو ما أدري إيش السالفة يا أخوان بس مش والله يعني أنا ودي كان أختم الأسبوع يعني والحلقات اللي خاصة فيني بختام طيب وإن شاء الله أنا ختمناها بحلقة طيبة ودي يعني أكملها بإضافة 100 نقطة ولكن شاءت الأقدار على ألا تحصلوا عليها وعلى أن يخصم عليكم 100 نقطة لكل واحد معوضين يا شباب كم اللايكات وصلت؟ والله كم وصلت اللايكات؟ يلا مشينا فدا شو بيضربكم مخلط بالفل؟ 5900 يوه باقي 100 مددوا يا ترى ترى ايه الهوكم هم سولفوا عليكم والجمهور انسجم مع السالفه عشان كذا بيض الله وجهي وما قصرتوا بيض الله ليهن مددوا دقيقه طبعا جمهورنا العزيز اللي قاعد يتابعنا الان خلف الشاشه وعن طريق البث المباشر باذن الله غدا موعدكم يوم الثلاثاء مع عبد الله الجميري تمام الساعه 4 العصر خلوكم منتظرينه على الشاشه وبإذن الله أنا ألقاكم يوم الثلاثاء الأسبوع القادم بعد 7 أيام من اليوم الله يسعدكم يا حباني ونشوفكم على خير شينا.